السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نديرو ان غراتان بالبطاطا والبولي، يجي بنين خفيف ساهل، توجدوه للفطور ولا للعشاء. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم، خليكم تشوفوا المكونات وطريقه التحضير. عندي صدر تاع دجاج بلونت بولي، قطعته قطع صغيره بهذا الشكل. غادي ندير له اون ماريناد باش يجينا بنين. غادي نديرو شويه تاع الملح، شويه حرور، فلفل عكري، سكنجبير، توابل خاصه بالدجاج، وشويه تاع الكركم باش ما لافارس تاعنا ما تجيناش بيضاء، تجينا شويه صفراء. نزيد معها تاني تقريبا واحد الفص كبير تاع الثوم يكون مرابي. وغادي نديرو مغرف صغيره تاع لاموتارد. تنجمو تزيدو وتنقصو في التوابل على حسب الذوق تاعكم. نخلط كلش مليح في رحبه، من الاحسن نغطيه ونخليه يريح مده ساعه. ندير المقله تاعي تحمى مليح، ندير فيها شويه تاع الزيت، وغادي نطيب فيها البلونت بولي ماريني. تنجمو قبل لا تطيبوا البلونت بولي ديروا حبه تاع بصل مقطعه قطع صغيره تتقلى قبل، من بعد تحطوا فوقها البلونت بولي. تنجمو ما تزيدوا فلفله خضراء مقطعه ولا فلفل حار على حسب الذوق تاعكم. انا برك الدراري صغار ما يبغوش هذا البصل والفلفله في لافارس، على بها طيبت البلونت بولي وحده. نخلي البلونت بولي تاعي يطيب على نار تكون قاويه شويه باش تمتم يطيب ويتحمر. هنايا مرمطه زدت عليه فرماج. انا استعملت زوج قطع تاع الفرماج، استعملوا اي نوع تاع فرماج عندكم. تنجموا تستعملوا فرماج تارتيني ولا هذاك المربعات تاع الساندويتش. ومن بعد زدت عليه ثاني تقريبا واحد النص كاس تاع كريمه الطبخ. هاد لا كريم غادي تخلي لافارس تاعنا تجينا بنينه وتجينا طريه ومعسله وما تجيناش ثاني ناشفه. نخليهم على النار مدة زوج دقائق حتى اللي تعقد لي هذيك لاصوص ونطفي. في جهة واحدة اخرى كنت طيبت بكمية من البطاطا، قطعتها مربعات وطيبتها في الماء، من بعد قطرتها مليح. وغادي ندير لها الملح، شوية تاع الحرور، ندير لها تاني مغرف كبيرة تاع زبدة، وندير قطع تاع الفرماج. غادي نمرسها مليح حتى نتحصلوا على اون بوري. الكمية على حساب عدد الأفراد العائلة. ومن بعد غادي نزيد شوية حليب. الحليب ما تكتروش، ديروا شوية برك، ما لازمش تكون كيما نقولوا خفيفة كيما لابوري اللي نحضروها، لازم تكون شادة روحها شوية. تخلط كلش في رحبة. ومن بعد نحكم البلا اللي غادي نطيب فيه الكغاتان. أنا استعملت هذا كبير شوية، دهنته كاع بالدهان بالزبدة. غادي نفرغ النص الكميه تاع لا بوري دو بوم دو تير، ما نديرهاش كاع، ندير طبقه الاولى نص كميه تاع هذيك لا بوري، نوزعها مليح في فوق البلا. ومن بعد نفرغ فوقها لا فارس اللي كنا حضرناها، البولي بلا كريم. قلت لكم خلوهم مده زوج دقائق فوق النار باش هذيك الكريمه تنشف وتعقد شويه. لا فارس غادي تجينا بنينه وتجينا تاني معسله. نفرخها كاع فوق الطبقه الاولى تاع البطاطا بهذا الشكل، لازم تكون عندها كيما نقولوا مستوى واحد. ومن بعد كاضافه غادي ندير شويه تاع الفرماج غابي. تنجمو تزيدوا فرماج اي نوع واحد اخر عندكم. ونديروا ثاني في الاخير الكميه تاع البطاطا اللي بقات لي، نغطي كاع الوجه تاع البولي ولا لافارس. ومن بعد في الاخير نسقم مليح بالمغرف هكاك باش السطح تاعنا الوجه تاعنا يجينا مستف. غادي تاني نديرو كميه مليحه تاع الفرماج غابي. انا استعملت زوج انواع، استعملت موتزاريلا غابي واستعملت غودا غابي. هاد لي دو فرماج يدوبو مليح كي ندخلوهم للفوغ ويتحمروا وتاني يجونا بنين. نديرو كميه مليحه باش هذيك الطبقه تجينا محمره وتجينا بنينه. غادي نديرو تاني، درت كميه من لوريغو، استعملوا اي نوع تاع اعشاب منسمه عندكم. تنجموا تستعملوا لي زيرب دو بروفونس، تنجموا تستعملوا تاني زعتره. هنايا غادي ندخل البلا تاعي للفوق على 200 درجه حتى اللي نشوف هذيك الطبقه الفوقانيه تاع الفرماج دابت كاع وتحمرت، عاد نخرجها. ما غاديش تدي لكم وقت بالخف بزاف، المكونات كاع راهم طايبين. هنايا نصيحه كي تخرجوه لازم تخلوه شويه يشد روحو كيما نقولوا يدفى، ما تقطعوهش وهو هكاك حامي. انا هنا على جال التصوير كنت طيبت روتار، راني حطيته مباشره. كي تخلوه يبرد غادي هذيك الطبقه تاع البطاطا تشد روحها.
هاد الكراتان يجي بنين بزاف وخفيف كما شفتوا، ساهل المكونات تاعه بسيطه. هذه كانت الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وتلاقوا في وصفات جديده ان شاء الله.